بطبيعة الحال احنا الزيارة في تحية إلى الجامعة التونسية لكرة القدم، ومن خلالها هي تحية إلى الفرق الوطنية وخاصة اللعبة الشعبية الأولى هي كرة القدم. وترشح تونس إلى كأس العالم للمرة الخامسة، هذا يعتبر حدث هام. وكذلك اليوم اللي بعديد الإنجازات اللي صنعتها أفكار نتاع قدرات معناها تونسية، اليوم كيف نلقوا معناها مقر نتاع جامعة تونسية لكرة القدم بهذا التنظيم وبهذه البنية معناها التحتية، كيف نلقوا إدارة معناها خاصة بالحكام، كيف شوفوا عديد الإنجازات، كيف ناخذوا البرامج المستقبلية كذلك ببناء نزل معناها توفر فيه كل المواصفات نتاع الرياضة. هذا الكل فهمني اللي في رغم أني من الإمكانيات الخاصة للجامعة، وهذا اللي نحبوه المسؤولين الناجحين في قدرتهم على حسن التدبير وعلى إيجاد الحلول. وطالما نشوفوا ونلمسوا عديد الإنجازات العلمية والمنهجية بقدرات منها تونسية، نتمنى على تونس ونقولوا هذه نوعية المسؤولين اللي نحبوها، نحبوا عندهم بعد نظر، عندهم استشراف المستقبل، عندهم قراءة للواقع اللي ياخذوا به معنى إنجازاتهم وحسن التخطيط والتدبير. كذلك اللي نشوف أني الناس اللي عندها كيف تربط مع المؤسسات الدولية، وقلنا راهي العلاقات الدولية هامة وهامة جدا، كلهم في اختصاصه وفي ميدانه اللي يوفروا إمكانيات اللي قادرة أن يتشعل الرياضة التونسية. فألف تحية إلى الجامعة التونسية لكرة القدم ولا كل هيكلها، وحسن التدبير والقراءة الموضوعية للواقع، وإن شاء الله طالما ثم تخطيط فيما على المستوى المتوسط والبعيد اللي قادر معناها باش يعطي أكله في الرياضة التونسية. واليوم الرياضة هي خير سفير للشعوب في العالم، وإحنا اليوم نتمنى بهذه الإرادة أن قادرين باش نعملوا خطوات إيجابية في كأس العالم هذه، وتزيد إشعاع تونس إشعاعا على إشعاع. ربي يوفقكم، وان شاء الله تونس من حسن الى احسن. وذاك علاش نقول ديما الامل موجود، لان عندنا ثروه وطنيه حقيقيه اللي هي ثروه ما تفاش، الا وهي الثروه معناها البشريه، وهو المسناه اليوم في زيارتنا لجامعه كره القدم. فالف تحيه لكم ومبروك على كل التونسيات والتونسيين. سعدنا اليوم بزياره الاخ نور الدين طبوب الامين العام الاتحاد العام التونسي للشغل والوفد المرافق ليه. الزياره هذه اللي جات في اطار تهنئه للجامعه التونسيه لكره القدم ولكل العائله الموسعه لكره القدم للترشح لكاس العالم للمرتبه 14 اللي تحصلنا عليها. والزياره هذه ما تنجم تكون كان حافز معنوي كبير برشا لينا كل كمسؤولين وكلاعبين وكفنيين، باعتبار عراقه المنظمه وقيمتها في المجتمع التونسي ولدى الشعب التونسي. وهذا شيء هام جدا سيد الامين العام وبقيه الوفد المرافق اطلع على عديد المعطيات الخاصه بالجامعه، سواء كانت في المعطيات الماديه، البنيه الاساسيه، المرافق اللي عندنا، مشاريعنا الحاليه والمستقبليه على مدى متوسط وبعيد، كيف عملنا زياره لمختلف المقرات كما لاحظتوا. والشيء هذا للاهتمام الكبير هذا بالجامعه التونسيه لكره القدم وبالرياضه بشكل عام ما نجم يكون كان ايجابي. وكما تعرف حد ما يخفى عليه عراقه المنظمه هذه ومكانتها لدى التوانسه الكل وعنايتها بكره القدم واهتمامها بينا ودعمها لينا، من نجم يكون كان فيه حافز معنوي للناس الكل، سواء كان في الشانس القريبه اللي هي كاس العالم، سواء كان في مزيد العطاء لمزيد البذل ان شاء الله ولتحقيق نتائج في مستوى رياضي وفي مستوى مادي وفي مستوى بنيه اساسيه. وعلى كل حال ان شاء الله تونس بخير في كل شيء.